خمسة وسبعون، ثلاثة وستون، تسعة وعشرون. أفضل مكان للاختباء. 32، 98، 100. استعد لأنني قادمة. متى سيتعلم كيف يختبئ؟ طأطا، سأعثر عليك أينما تكون. لا، لن تفعلي. يمكنك أن تهرب لكن لن. صيادون! إذن فقد وجدتني. أجاء دورك للاختباء. علينا أن نختبئ معا. حملته الأمواج بعيدا وتاه في الظلام والمكان. أحسنت، أنا أحب فن الروايات. أين فرانكنشتاين الآن؟ إنهم ليسوا أشخاصا من الواقع، إنها شخصيات خيالية. خيالية؟ من الخيال، ليس لها وجود. لما لا يكتبون عن أشخاص من الواقع؟ للأسف ليس للجميع حياة شيقة كحياتك. صيادون في الغابة، عددهم كبير. يحملون أسلحة كبيرة مخيفة. هيا بنا. لم يخبرني أحد أن الرطوبة عالية أو أن البعوض في حجم الجاموس هكذا. هاي، ما هذا؟ الصيد في غابتي ممنوع. هذا لي. ماذا؟ لماذا تهاجم الممثلين؟ ممثلين؟ صدق ما تعتقده بقلبي بحب العائلة، ثق بالقلب وبالمصير يقودكما. لستم صيادين؟ هل يحمل الصيادون لعبا مثل هذه؟ نحن ممثلون يا رجل الغابة. ممثلون، مسرحيون، نقلد الشخصيات. انسى الأمر، من الواضح أنه لا يفهم يا ديرك. أفسح الطريق، سيضيع اليوم. اهدأ يا ستانلي، ألا تدرك من يكون هذا الرجل؟ هذا رجل الغابة الحقيقي. توم، إنه أسطورة. قد لا يكون. ما هو اسمك يا فتى؟ ترزان. ترزان، أنا توم أورمان، مخرج فيلم اسمه رجل الغابة، يحكي قصة رجل ربته الغوريلا في غابة أفريقيا. مثلي؟ لا، مثلي أنا. أعرف أنني لا أبدو من الغابة، لكن أنا نجم هذا الفيلم، ستانلي أبروسكي. ربما شاهدت فيلمي الأخير ملحمة حجر الرائم. لا، لم يشاهد أحد هذا الفيلم. ما هو لا فيلم هذا؟ لم تشاهد فيلما من قبل؟ يا إلهي، أنت بدائي. لا عليك يا فتى، استعد للمفاجأة. أشكرك على السماح لنا بعرض الفيلم هنا يا سيد ديمونت. رجاء نادني برينارد، أنا والمركز التجاري في خدمتك يا سيدي. رائع. هل هذا هو الفيلم المطلوب؟ لا أصدق يا فتى، أبعد المصباح، شرارة واحدة ويحترق الشريط. خذ، احمله أنت أفضل. لا شكرا كثيرا، لا أحب حمل الأثقال. أعطيه إلى عارض الأفلام. شكرا على هذه الدعوة يا سيد أورمان، لم أشاهد فيلما منذ مجيئنا. هذا الفيلم سيعجبك، إنه فيلم الأخير، هروب القطار الكبير. الأضواء يا هنري. احترسوا. ترزان انتظر.
هذه؟ طرزان، اسمع، ما تراه ليس حقيقياً. انظر، إنه مثل جهاز عرض الصور، لكن هذه الصور تتحرك. أوه، أنا آسف على المقاطعة. أمر شيق، تصديق الجمهور يسعد المخرج. ما رأيك في أن تأتي إلى موقع التصوير غدا وتشاهده بنفسك؟ ثم إن غدا هو أول مشهد مع نعومي ماديسون بطلة الفيلم. هل أحضر جين؟ حقا، لقد تربيت على أيدي الغوريلا. والآن يا نعومي، هذا هو المشهد. بعد أن قيادك الصياد الشرير كاماتشو، سيقوم رجل الغابة بإنقاذك. نعم نعم نعم، رجل الغابة ينقذني. هل لا بدأت التصوير؟ لحسن الحظ أن هذا الفيلم صامت. تصوير! النجدة! هل لا أنقذني أحد؟ هيا أطلق الصخور! انطلاق! النجدة! هل لا أنقذني أحد؟ أغثوني! رجاءً أنقذوني! طرزان لا! ماذا يفعل هذا؟ إنه ينقذها. ما الذي فعلته؟ أنا كنت سأنقذ نعومي، أفسدت المشهد. لكن كانت الصخور ستسحقها. ليست حقيقية أيها المزعج. ليست حقيقية؟ نعم، إنها مزيفة، تقليد. تذكر، جميع أحداث الفيلم خيالية. إذن لم تكن في خطر بالفعل. لا، لم تكن في خطر مطلقا. أسدي لنا معروفا ودع التمثيل للمحترفين. ستانلي، ماذا تفعل؟ ماذا أفعل أنا؟ ما الذي يفعله هذا المهرج؟ لقد أفسد المشهد. الوقت من ذهب يا توم. أعرف جيدا، أعرف، لكن لا تقلق بشأن هذا. اذهب الآن واستعد للمشهد التالي. نعم، لن أدع ما حدث يشتت تركيزي. تماما، اذهب الآن، أدي تمارين التنفس والصوت، حفز نفسك، كن رجل الغابة. جيد جدا. هل صورت المشاهد؟ هلا نظرت إلى هذا؟ مدهش ورائع ومذهل تماما. أي ممثل بديل يمكنه تفادي الصخور المزيفة؟ متى يحين مشهدي؟ ها هو. هكذا، رأيت؟ يمكنني تفادي الصخور المزيفة. لقد ارتدت الصخرة من فوق ظهرك كما ترى. اقطع هذه اللقطة. فكرة جيدة، سأخذ لقطات طرزان مع الصخور وأصلها بلقطاتك أنت. ماذا؟ لا يمكنك هذا، أنا نجم، أنا بطل أفلام الحركة. هو ليس ممثلا. لا يا ستانلي، إنه رجل غابة واقعي. هل يمكنه تمثيل هاملت؟ أكون أو لا أكون؟ هاملت لم يحقق أي أرباح في السينما، طرزان معي في الفيلم. لن أسمح لهذا المهرج بأداء حركات خطرة، سأؤديها أنا بنفسي. ستانلي، ستانلي، هذا من أجل مصلحتك. ماذا سيفعل جمهورك إذا تعرضت إلى أذى جمهوري؟ إنه قد يضيع من دوني. بالطبع يا فتى، لن نحرم الجمهور من النجم المحبوب، لن أسمح بهذا أبدا. ثم أنت محق، فعلا أنت محق تماما. لقد عدت إلى رشدك، اذهب واحفظ دورك أيها النجم المحبوب. سأفعل يا توم، سأفعل. الممثلون، هل نحن مستعدون؟ نعم يا سيدي. جيد، لنصور المشاهد. الآن تصوير. دور ستانلي. أنا رجل الغابة.
رجل الغابة. أنا جوان. و قطع. كيف كان الأداء أفضل من أول مرة؟ هذا ما يميزني، أنا عبقري فعلا. ها؟ ها؟ كان هذا أكثر شيء إبهارا رأيته. ستكون نجما لامعا، بطلا. كيف تؤدي صيحتك؟ معذرة، أعتقد أنني بطل هذا الفيلم، ألست كذلك؟ يا رفاق، هل علمتني أداء تلك الصيحة؟ تعال يا طرزان، اجلس. معذرة، ولكنني أرغب في التحدث إليك بشأن الفاتورة. هل هناك مشكلة ما؟ نعم هناك مشكلة، تكاليف الطعام باهظة. أستطيع شراء سيارة بثمن الحساء. حسنا، هذه هي تكاليف المعيشة في الغابة، فلتأكل في مكان آخر إذا أردت. مزعج ومستغل للظروف. طرزان، هل تمانع؟ فيما بالضبط؟ اعذرني، سلوكك على المائدة لا يشجع على الطعام. آسف. لا تنصت إليه يا طرزان، بدلا من انتقادك يجب أن يتعلم منك. نعم. ماذا؟ بالطبع، أريدك أن تتبعه في كل مكان، تتعلم كيف يمشي ويتكلم ويتصرف كرجل غابة. يسعدني أن أعلمك كيف تمثل يا ستانلي. حسنا، ماذا ستعلمني عن حياة الغابة يا طرزان إلى جانب ذوقك السيء في الملابس؟ حسنا، بداية لا تمشي الغوريلا على ساقين فقط، تستخدم يديها كذلك. ألا تتسخ أظافرها؟ جرب. الأمر ليس صعبا، في الواقع أنا أمهر منك. ظهري. هل أنت بخير؟ نعم أنا بخير. إلى الخطوة التالية. على الرغم متعة مشاهدتك وأنت تلعب مع الحشرات، متى ستعلمني شيئا هاما يفيدني في الفيلم؟ لا تأكل الغوريلا بالشوكة أو بالملعقة. رأيتك على الغداء تستخدم العصا أكثر. لا تقل إنك. يا إلهي. دورك. هل أمسك لك الفهد كي تصارع؟ لا داعي. يجب أن أعود وأستعد لمشهد الغد. شكرا. المشهد عند البحيرة؟ نعم، أنت ستكون هناك؟ نعم، أؤدي الحركات الخطرة، نسيت؟ لم أنسى، كيف لي أن أنسى؟ أنت رائع. الآن يا طرزان، في هذا المشهد ستقفز من فوق الشجرة، تؤدي حركة هوائية وتهبط فوق ظهر الفيل. حسنا. يعجبني أسلوبك يا فتى، وتصوير. لا تقفز بعنف. ماذا يفعل هذا الممثل السخيف؟ ستانلي. ليس سيئا. ما الذي كنت تحاول فعله؟ تقضي على نفسك. خذ أمسك يدي. لا أحتاج مساعدتك، سأؤدي حركاتي. ناقشنا الأمر يا ستانلي، لا نريد أن تصاب بأذى مرة أخرى. هذا شيء يخصني وحدي. إذا رغب في أداء حركاته الخطرة. لا تكن سخيفا يا طرزان، أنت ثروة سينمائية كبيرة. ستانلي، تخلص من الغرور الذي أصابك مؤخرا واذهب لتتدرب على دورك. لا. ماذا تقول؟ قلت لك لا، إما أن أؤدي حركاتي بنفسي وإما لن أمثل. حسنا، لا بأس، افعل ما تشاء. أنت مطرود. لا يمكنك، عليك إنهاء هذا الفيلم. أنا مدرك لهذا يا ستانلي، طرزان هو النجم الجديد للفيلم. حسنا، لا بأس إذن، اذهب وافسد الفيلم بهذا المزعج البدائي، أنا لا أهتم أبدا. اسمع، هل تعرف شيئا عن التمثيل؟ لا. حسنا، لكن ماذا أفعل؟ ستمثل رجل الغابة، وأنت رجل غابة، لذا تصرف على طبيعتك. أنا لست أفهم، هل هذا تمثيل أم لا؟ تمثيل، إلا أنك ستلعب دور نفسك. جوان جائعة، رجل الغابة يحضر طعاما، أنا لا أتكلم هكذا.
بل تفعل. أتطلع إلى مشهد النهاية. مشهد النهاية؟ نعم نعم، وفي نهاية الفيلم ستتزوج نعومي. لكن جين زوجتي. لا عليك يا طرزان، هذا ليس واقعا، إنه من أجل الفيلم. هذا كله ليس حقيقيا، إنه خيال، إنه تمثيل يا طرزان. الأمر مثير للحيرة ويثير الخوف في آن واحد. كان هذا رائعا يا طرزان، كيف تؤدي هذه الصيحة؟ ستصبح نجما يا طرزان. أنت سخيف يا طرزان. الوداع يا رجل الغابة. احترق أيها الفيلم. النجدة! لا تقف هكذا، اذهب وراءه، ستكون لقطة رائعة. لا لا، هذا المبنى أولا. أسرع. ماذا حدث؟ أسرع، ساعدني في جمع الماء. حريق حريق، ساعدنا. يا إلهي، هذا المبنى به متفجرات. يا إلهي، سنموت سنموت. لا أصدق. نحن مدينان لك. نعم، وقد زادت ديوننا. تسمعني هذا؟ لا. النجدة! طرزان! طرزان اذهب، اتركني هنا، أنا السبب في هذا، لقد حرقت الفيلم. لماذا؟ كي أمنعك من أن تأخذ مكاني وتصبح نجما محبوبا. هل كونك نجما أمر مهم؟ ليس لدي شيء سوى الشهرة، من دونها أنا لا شيء. اتركني هنا، لا أريد أن أعيش مغمورا أبدا. هيا يا ستانلي. لكن ساعدني. ما الأمر؟ هل أنتما بخير؟ تصورنا أننا قد فقدناكما. ما الذي حدث؟ ستانلي أنقذني. ماذا؟ ستانلي البطل الكبير أنقذ طرزان. أنت بالفعل ممثل حركات خطرة جيد، لم أكن أعرف. أنت بطل. سننشر الخبر في كل الجرائد. لا لا لا، الأمر بسيط، أعطوا الفرصة لطرزان ليتنفس. مسيو أورمان، سترحل الآن؟ نعم، فلقد احترق الفيلم في مركزك التجاري، سأعود وأقنع المنتجين بتمويل الفيلم مرة أخرى. نعم، في الواقع اتضح أن فيلمك هو السبب. هل ستدفع نقدا أم من خلال رصيدك في البنك؟ لا أصدق جرأتك أيها المزعج، مركزك التجاري سبب الحريق، ألم تسمع عن طفايات حريق؟ لا داعي للغضب يا سيدي أرجوك. هل سيصلاني إلى حل؟ في النهاية لن أدفع، لن تحصل مني على أي نقود. كما تشاء إذن لارس سنيك. قلت كم تريد بالضبط؟ اسمع يا طرزان، أشكرك على ما فعلته، أنت ممثل بارع بالفعل. يجب أن تفكر في التمثيل، فنحن نحتاج مواهب مثلك. لا شكرا، أنا سعيد بحياتي هنا. ضاعت فرصتك في تحقيق النجومية، كنت ستحظى بجمهور من المعجبين، وكنت ستصبح محبوبا. أنا محبوب من أصدقائي هنا، وزوجتي حقيقية.
فهمت التمثيل إذن؟ بعض الشيء. أكثر من بعض الشيء. ستانلي البطل أنقذ طرزان. لا أصدق هذا. لا أعرف ماذا تعنين. يبدو أنك تظن أنني حمقى. هيا بنا، جين جائعة، طرزان يحضر الطعام.